أحسن الله إليكم. المستمع ألف ميم حاء يقول: قرأت في كتاب الأذكار الإمام النووي أن الأذكار المشروعة في الصلاة وغيرها واجبة كانت أو مستحبة لا يحسب منها شيء ولا يعتد به حتى يتلفظ بها الذاكر بحيث يسمع الذاكر نفسه، فهل معنى ذلك أن الإصرار بالذكر أو الذكر بتحريك اللسان فقط لا يحتسب، خاصة إذا كان الإنسان قد اعتاد الذكر سرا ومن الصعب عليه الذكر بصوت عال مسموع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. ما قاله النووي رحمه الله صحيح، لأن الذكر لا يسمى ذكرا إلا إذا تلفظ به بلفظ يسمع به نفسه، لأنه لا يصير كلاما إلا بذلك. أما حديث النفس والذكر في القلب فهذا لا يسمى ذكرا، لا يسمى ذكرا بالأذكار التي ورد أن الإنسان يقولها، الأذكار القولية. أما الذكر بالقلب وهو الاعتبار والتفكر وخشية الله ومحبته، هذا عمل قلبي، عمل جليل، لكن الأذكار القولية لا بد من التلفظ بها وبقدر ما يسمع نفسه، وإن رفع صوته بذلك فهو أحسن، من أجل أن يشهد له من سمع صوته، من أجل أن يشهد له ما سمع صوته من الكائنات. نعم.